السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام متابعي قناة من الآخر وخلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم أمام نادي بريست، مباراة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الموسم الجديد 2021-2022. متابعيني الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الجمعة 20/8/2021، المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان 10 مساء. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورتس بريميوم اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2، الأولى بريميوم والثانية العادية. ملعب المباراة ملعب فرانسيس، ومعلق المباراة حسن العيدروس. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لزعم لايك الفيديو، لا تنسى توقع نتيجة المباراة اكتب ذلك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.